بسم الله الرحمن الرحيم. السنة الرابعة. في السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة. اشتا دي لو شرچو هجري كالندار تاني بوخا بولش بول بوخان بئر بوسامنا اخي سنگهتما بئر خلو يئر يهودرون الچا قتل فيها اتمهتع بئر معونة اوش المهتع خارتون تا يا مرتلون تاني بيئرونا سحاب شا قوست إتا سحابي ويرتقع دقع قرآن شخوش دقع قرآن خوش بولا قرآن دويش بولا سحاب شا بايمارس بغيتان بولش بولا تيق نجدح نجد أولش المهتقة تيق احتانا دحي غتان قرآن عام دا دوزت بغيتان بولش بول سحاب شا بايار تار خارتون تا إشتا تسرشوها كانت غزوة بني النضير. إشتا غزوة خلال بنو نضير أولش دول تايبا جكتي طيب دو إذا تار إعهد يوغين شولت إح بايمار تيول شولة جاغو يوغير تار مشرك ناخت منافق ناخت تاني كيوغ بغانا برت بغانا بايمار وي برت بنا عال شو خلا أويل قوالا إلا تيرا إخبارا بايمار قيشارا تحقا بايمار سا خديرا إش بوچ وغا وغانا حاصرهم نبي صلى الله عليه وسلم تيرا غابا إش جوع بولش بول غابا تنقوة بنا لعقو احتر بأمر إشتا يقوى بين لحش ورا بأمر تانا طول دعها الله إتا جكتش دكتش قيرم تسر تانا الله سبحانه وتعالى وأجلاهم نبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. إشت آر بولا ريز خلارا إت مدينة تيرا أش إشا بأمر سآر بيخر إبنو نظير أوشتل تيبا تان قوى بنا قشيدهم ما تغلها قيرم تسنا الله تعالى دقنش شو يش تجرى عارا بولر شي غاح بشرى مدينة حدا إيتر تار وفيهم نزلت سورة الحشر. إشتا الله تير حقها دوسنا دو سورة الحشر أوشت الله سور تاجكتي حقها إشتا تشرجها خلونش دعيتلر بيمن صلى الله عليه وسلم